بدك شيء؟ لوين أخي؟ لوين يعني؟ على بيتي. كتر خير وسيادة العقيد عم يخليني أشوفك. يعني حتركني لحالي هون؟ معقولة؟ أخي صغير أنت، أتركك روح نام ببيتي؟ طيب شو بدي يصير بكرة؟ رايح حولوك على المحكمة، ومن المحكمة على سجن عدرا. لك هاني البنت قاسية تحت 18 سنة، يعني ما بجوزوك إياها إلا بموافقة أبوها. أخي ما بده يجمسوني إياها لميرا؟ وين بدي اروح فيكم هلا؟ انا وصلني على بيت اهلي. ايه اخي وصلنا على بيت اهلي مشان نتصالح مع عمي يعني. واذا ما تصالحتوا مع عمها؟ هلا عضو الحديث هنيك ببين معنا، في قبل نضل نايمين عندهم مو هيك روحي؟ وفي حال ما ضليتوا نايمين عندهم، وين بدي اروح فيكم؟ انا مستاجر بيت قريب. مستاجر بيت؟ وين؟ اخر حارتنا هيك على اليمين. حارة فوقانية؟ ايه. مشان شو مستاجروا هذا البيت؟ إذا بتريد أنا وصلني على بيت أهلي وخلي هاني يروح وين ما بده. حبيبتي شو روح وين ما بدي؟ أنتي مرتي يعني وين ما بروح بتروحي معي، فهمها أخي. هاني أبي إذا بشوفك ما ممكن تتخيل شو ممكن يعمل فيك. إذا بتريد الأفضل إني روح شوفه لحالي، خليه يروح على بيت أهلي. ميرا عم تحكي مظبوط، أبوها معصب ومنرفز، لك لا أرضي يزورها ولا يشوفها ولا وكل لمحامي، ما بنعرف شو رح تكون ردة فعله إذا شافك هلا. خلص لك ودينا لعندي على البيت معيتك، جبنا شي فروج ما نجمعوني. الله يعطيك العافية. فوق تعبان. هون اخذ بيت؟ هون بيتك؟ ايه هون بيتي. شبكي هون بيتك؟ ايه هون بيتي. واذا ما عجبك اعملي حالك ورجعي على بيت اهلي. قلتلكم من الاول رجعوني على بيت اهلي. ميرا طولي بالك يومين بس، انا بدي احاول اتفاهم فيه مع ابوكي. خدي رقمي من هاني، اي شي بتحتاجي بتخبريني فورا. سكي هلا هي مفتاح البيت، فوتي لاحق ليكوا الباب هون. سكي خلصيني. رجال ما شاء الله عليك. شو رجال؟ الله يزلك مثل ما زليتها. الفوز معيتك يعني بدنا 10,000 ليرة. مشان شو 10,000 بطيخة؟ يعني شوفت عينك صار عندي بيت ومرة بدنا ناكل ونشرب. وأنا شو ساوي لك يعني؟ والمصاريف اللي دفعتها اليوم بالمحكمة، المحامي والشرطة والبراني. تركني بهمي ها، بدي لاقي طريقة صالح البنت مع أبوها. تركني بهمي. هيك بتتبسري قدامي؟ كيف بده يشوفك لك ولي ما بده يشوفني؟ ابي ما بيحط طواطي لحدا، لك لو بده يموت ما بيحط طواطيه. بلا عاليه بلا واطيه، انا جوز بنته ناليه ونعلا. انت جوز بنته غصب عنه. حلو برافو، شايفك انت المحبه الصلحه بيني وبينه. انا قهرته لبابا، ما بدي زيد عليه، ما فيني خليه يعمل شيء غصب عنه. كوني خجلانه فيني يا بنت؟ خجلانة فيني؟ مو على راسي يا بنت الأكابر، مو على عيني، أنا فرشة.